انتي انتي اشتريتي كومة غراض، هدول شلون بدك تاخديهم على البيت؟ ديدي يا حبيبي انا مين قالك رح اخذهم على البيت؟ رح اخذ كم قطعه على البيت والباقي كله لعندك. بس ليكي بدك تسرقي لك شي شغله. شو قصدك وليك؟ ما قصدي شي، عم بمزح معكي. بس ليكي كانه انت اشتريتي كثير غراض اليوم. اي شو بدي احسن من هيك؟ بعدين شايفتيني رح ادفع من جيبتي انا؟ ديدي ما تكوني سرقتيهم. سرقتهم؟ شو شايفتيني حراميه؟ كيف؟ شو كيف؟ مجنونة انتي؟ حبيبتي قدامك انا دفعت حقهم 2000 دولار. ببعضك قلتي لي انك ما دفعت الشي من جايبتي، كيف بتقولي؟ ما يكون بيك اللي دفعهم. مو معقول انتي، مو معقول بس يصير مخك سميك شو بتعجبيني. حبيبتي هلا بتشوفي رفيقتك شو رح تعمل. الو؟ هاي حياتي، كيفك؟ سافا؟ حياتي بس بدي احكي لك شغلة، صاير معي مشكلة. هلا كنت بالمول عم بعمل شوبينج واجيت بدي ادفع ولقيت اني نسيانة الكريدت كارد تبعي. ايه وكثير خجلانة ما عم بعرف شو بدي اعمل. طيب حياتي انت فيك تجيب لي اياهم ونحن هلا بس نطلع دغري بعطيك اياهم، اوكي؟ اوكي حياتي، يلا يلا عم بستناك، يلا اوكي باي باي. ولي شو مجنونة؟ لا خاوتها بالمرة. اسمعي بتعرفي تسوقي؟ ليه شو في بعقلك هلا؟ ما عم بفهم. هلا بعدين بفهمك. امشي يلا بسرعة. لك الله ينجيني من افكارك الجهنمية. اخي افكارك انت، امشي يلا.